اسمه ما يتعلق به. ليش أنت مستاء من قضية يعني تعاون الخليج والدول العربية وجمع الدول العربية؟ أنا شوف مستاء من ذلك يعني. وزير الخارجية البحريني تقل على الحوازيين. وزير الخارجية البحريني يعني بيني وبين ساعة تصير ردود في تويتر، فكان مستاء من قضية تدخل في الجزر الإماراتية وبعث قوات هجومية ودفاعية لجزر موسى، ثم زيارة أحمد نجاد لها، وتكلم وقال لما سيستمر الاستفزاز الإيراني للدول الخليجية. فردت عليه أنا في تويتر قلت سيبقى هذا الاستفزاز، وهم يعني صراحة الإيرانيون يعملون ضمن مشروع، فلا يحق لنا ولا لدول الخليجية أن نحتج على قوة الإيرانية، لكن عليكم أن تلوموا أنفسكم، أين قوتكم، أين مشروعكم؟ لا يعني احنا الشعوب خلاص ملينا الوضع، يعني كل يوم تهديد 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 تهديد، بحرين ولاية 14 14 14 الى متى يعني؟ اذا ما في يلا يا جماعه هذه ايران من 30 اكثر من 30 سنه تهدد البحرين، مشروعها في البحرين احتلال البحرين من 30 سنه سمعناها اكثر من مره، وهناك عمليات محاوله انقلاب في البحرين اكثر من 3 مرات، ثم هذه المحاوله الاخيره الثوره ايرانيه مدعومه من ايران يا جماعه، وبعدين ايران كل ما يصير مشكله تطالب البحرين، مرة رئيس البرلمان الإيراني، مرة كاتب الدستور الإيراني، مرة أحمد نجاد، مرة ماذا البطيخي، كل يوم شخصية تكلم عن بحرين. إذا إحنا يعني بين خيارين، يا أن دول الخليج عندها مشروع واضح يا جماعة، عندنا عدو يهدد، إذا نوقف كل مشاريع التنموية، نحن نحتاج الآن في حالة هجوم، نحتاج مشروع دفاع، نحن الآن كل المنظمات الحقوقية لو حتى معنا يصير مشروع دفاع عن هذه الشعوب، ما في مشروع دفاع. طيب الخيار الثاني اعتذروا وقول حق الشعب دافع عن انفسكم، احنا ما نقدر، احنا ما نقدر ندافع عن البحرين ولا ندافع عن الخليج، يعني تعالوا انتوا يعني الفترة الحالية الدول عاجزة عن الدفاع عن نفسها، عاجزة تماما عاجز تماما، والنتائج مخيبة للآمال الشعوب الخليجية. شوف المواقع ان الان يعني انت الان تدرك ان هناك خصم عدو، وهذا العدو عنده خطة 50 سنة شغلهم نفس اليهود، خططوا بعد 50 سنة في عقدة يفعلون يشتغلون. السفارات الإيرانية ما هي عبارة عن أوكار لنشر التشيع الصفوي، لتجنيد وكالات عبارة عن وكالات استخباراتية، صحيح. عبارة عن جواسيس موجودين في الدول العربية والإسلامية، ذكر ذلك. وشوف السفارات العربية الموجودة في الدول الأخرى عبارة عن أناس همهم حياتهم الشخصية، ما عندهم لا يبالون، ذاك لا تجد يزور الجامعات الإسلامية في ذلك البلد، يزور المجالس، يكون شبكة علاقات في المجتمع ويعمل لدولته، هذا السفراء الإيرانيين. شلون أنا ما 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 أقدر صراحة، نحن نحيي إيران لأنها دولة تعمل عندها مشروع 50 سنة وتسعى بخطوات متناغمة لتحقيق أهدافها في كل مكان، في كل مكان، ليس دول الخليج فقط، دول الخليج وينها؟ ليست موجودة صراحة. الآن خطر، أكبر خطر موجود، دولة الآن تحاول امتلاك سلاح نووي، سلاح نووي يا جماعة، وإحنا جالسين ما نصير نتوحد يا أخي، ما قلنا تندمج الدول يصير دولة واحدة، قلنا على الأقل يصير وزارة الدفاع وزارة فقط وزارة الدفاع، والبقية الموجودين عبر النواب، وزير دفاع واحد ونواب، ما نستطيع نوحد عملة واحدة، نكون عملة واحدة ونشترك. هؤلاء الاتحاد الأوروبي مع اختلاف الدين، مع اختلاف التوجهات والخلافات العرقية والحروب اللي دخلوها، هما غير حروب العالمية الأولى والثانية، غير حروب السابقة العرقية اللي بينهم. إذا كان مع ذلك استطاعوا أن يوحدوا عملتهم، يوحدوا سوقهم التجاري، يعني مواقف سياسية متحدة، مواقف اقتصادية متحدة عندهم. إحنا دولة واحدة، دين واحد، لغة واحدة، عادات واحدة، عائلات واحدة.